وللمزيد ينضم إلينا الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني. دكتور سيف، بداية، ما هي قراءتك لاستراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير القاهرة التاريخية وبتحويلها من مجرد عملية ترميم إلى تطوير وإقامة وإنشاء مجتمعات عمرانية خدمية وسياحية متكاملة؟ في البداية لازم نقول إن اهتمام الدولة بالقاهرة التاريخية هو جزء من تاريخ مصر. صحيح. لأن الدولة بعد 2014 أخذت على عاتقها تأكيد جودة حياة المصري وتأكيد الانتماء لكل مصري لهذا الوطن، فده كان المنطلق الأساسي لها. بالإضافة إلى أن هذه الأماكن التاريخية التي تعزو إلى حقبات تاريخية مختلفة، سواء كانت هذه الأماكن تاريخية أو دينية إسلامية أو دينية مسيحية، فكلها بترجع إلى التاريخ المصري فعلا وبتؤكد على حضارة مصر. هو ده الجزء الأساسي، إنها بتبقى جزء من الاقتصاد القومي. يعني النهاردة أنا لما بهتم بالقاهرة التاريخية أنا بهتم بالاقتصاد من ناحية الجانب السياحي، يعني السياحي، والنهاردة السياحة تمثل عصب قوي جدا للاقتصاد المصري، سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. بالإضافة إلى أن الاهتمام بهذه الأماكن الدينية المقدسة مثل مسجد سيدنا عيسى وقبله مسجد الحسين، كل هذه المساجد وكل هذه الأماكن التاريخية الاهتمام بها يؤكد أن الدولة المصرية هي دولة تهتم بالديانات بالدرجة الأولى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني.